الاضرار حس ما تشوفه. قال الجراد ما خلا شيء، كل الجلجل وكل الزرع وكل شيء حس ما انتم تشوفوا في عندنا هنا الجلب هذه كلها، بس شيء يروح. واليراد ذا كل أربعة يروب أول قضب غيبها، وفي كل شاري وهذا وغرز فيه لقى بيض ولقى عيال وكذا. المغرب المغرب يضوي مكانه، والصبح يصبح مكانه. الحمد لله، يعني هو قلة الإمكانيات اللي وصولة الدعم المادي من قبل، ونشكر بصراحة منظمة الأغذية والزراعة الفاو على بذلهم الجهود، ونشكر الإدارة العامة برضو لوقاية النبات. يا عيالي الله يحفظكم الله.